انتي بوتكس اللي انت مش هقول لك بقى اسمع تقدر استغفر بالكم عيالي سمعت اسم الشابتر ده وقالوا لك ده سوبر فارما صح؟ وقالوا ده سوبر ماركت احنا مش عارفين اللي احنا هنمتحن عليها بيه معلش احنا في تفصيل فبص معايا لو ربما تحب البلاش سيبك من مايكروسوفت ان شاء الله في الفارما هنعمل الحاجات دي احنا نبدا يا دكتور على طول الناس بتيجي شمال نقول لك ان الادويه الانتي بكتيريا الموجوده في المعالج عندنا نوعين هنقسمهم تقسيمات هتقول لي شو اللي فيك على المكان في حاجه اسمها بكتيري ستاتيك حاجه اسمها بكتيري سايبر يعني معروف في الجسم طبعا تقول لي ايوه احنا عارفين ستاتيك يعني ده يمنع الفيروس صح؟ تمام وفي ناس مش عارفه ويمنع الديفيجن كمان يا جماعه انتوا عارفين برضه الجسم كده يمنع جروس او ديفيجن اوف مايكرو اورجانيزم ده بيسموه ستاتيك يبقى كلمه بكتيري ستاتيك ستاتيك يعني ثابت حاجه تظهر ثابت لا تكبر ولا تنتصر يا ولاد بكتيري ستاتيك يعني ايه؟ يمنع جروس اند ديفيجن اوف مايكرو اورجانيزم طيب في حاجه بقى اسمها بكتيري سايتر سايتر يعني ايه؟ كيل المايكرو اورجانيزم يخلص عليه يقتله فاهم لما يكون حرامي ويعرف حاجه في الشارع حاجه من اثنين يا يثبتك يا يخلص عليك يثبتك ايه؟ يبقى لك ستاتيك يمنع الجروس اند ديفلوبمنت سايدل يمنع او يقتل البكتيريا سايدل هنا مهم انا ماليش المعنى المعنى تعرفوا ما انا يمين الامثله فوق معايا عشان انا هعمل في سكيمات اهي كل الانتي بكتيريا بعون الله اللي عندنا بكتيريا سايدل اللي هي كانت طب في صف ستاتيك الستاتيك الكبار التقال الستين ثلاثه بحرف حروف ستاتيك يعني ايه؟ حروف ستاتيك اس تي ايه ستاتيك صح؟ اكبر حرف اس اهو في واد اسمه صلفا ده ستاتيك يعني وفي واد اسمه تترا سايكلين عارفينهم؟ ستاتيك وفي واد اسمه كلور انفينيكوم ده برضه ستاتيك بركز معايا عشان هنعمل سكيمات كده مش فيها الكيمو سيرابي اول انتي بكتيريا ان شاء الله بكتيري سايدل الا ثلاثه ستاتيك حفظتهم من اسمها؟ ده انجزني ايه الثلاثه ستاتيك بقى؟ اس ايه؟ لا حاجه من قوي الجسدي اس اي صار تي تترا سايد سي جاوا الكسيبه بتاع عامل معلومه بص يا ابني اي ده اقول لك في الكيمو سيرابي عايز منك ميكانيزمه ربع الدرجه في الميكانيزم على استاتيك ولا سايد يبقى معاك كلمه خلصت متفقين يبقى اي حاجه ما يجيبش اسمه على السبوره هنا يبقى باذن الله ايه بكتيري سايد يعني باذن الله انا دلوقتي بنسل ما فكرش بنسل مش مكتوب بكتيري سايد متفقين يبقى دي اول تقسيمه وتعمل معلومه انا مش عارف اسمي عايز اطلع معلومات تمشيني قدام. تاني تقسيمه على الكل فيها يا جماعه. قال لك حاجه حصل حاجه اسمها الاسبكتر صح ولا لا؟ ولا هو غير ايه الاول؟ مش بالترتيب اللي هو قال فيها زي. بقول لك الاول معلومه معلش سؤال من مايكرو جميل ما ينفعش تعمل اثنين كومبينيشن مع بعض ما ينفعش تدي ستاتيك مع سايدر. ليه؟ اسمع بيقول ان البكتيري سايدر دراج دواء بيقتل بكتيريا ديفايدنج او بكتيريا جروينج يبقى السايدر عايز البكتيريا تبقى عامله ازاي؟ اكتف نشيطه عشان يقتلها. طب الاستاتيك بيعمل فيها ايه؟ الاستاتيك بيمنع نشاطها صح؟ بيمنع انقسامها. لو اديته مع بعض فكر لو اديت ستاتيك مع سايدر هيحصل ايه؟ الاستاتيك بيمنع الجروس اند ديفيجن اوف مايكرو اورجانيزم. السايدر هيشتغل ازاي؟ انت عارف انت عملت ايه؟ ضحكت على الدواء ازاي؟ عارف انا نظام لما انت هتبقى واد شقي واد عندك ابن شقي كده وتقوم الاشواك يعمل ايه؟ يعمل نفسه هادي. هكذا تعاملت في البكتيريا. المفروض ان انا السايدر بيعمل ايه؟ يشوف البكتيريا جروينج او ديفايدنج يقتلها. بس عامل ايه؟ خباها. طب عايز نظام ماسك كده. وذلك لا يجوز اعطاء ده سؤال جميل اهوت لو جيت لا يجوز اعطاء بكتيري ستاتيك مع بكتيري سايدر ايه؟ ايه رايك يا عم؟ لان البكتيري ستاتيك بيعمل ايه بقى؟ قال لك ان هي من جروس اند ديفيجن كمان معلش. ده من جروس وديفيجن. الستاتيك بيمنع جروس اند ديفيجن والبكتيريا سو بكتيري سايدر مش هيشتغل. البكتيري سايدر اصلا بيشتغل ايه؟ جروينج او اكتف او ديفايدنج مايكرو اورجانيزم. يبقى دي اول كلمه طلعنا منها بستاتيك وسايدر رقم 2 وصل خلصت لي سهل يبقى كل الانتي بكتيريا سايدر بكتيريا سايدر اكسبت ثلاثه ستاتيك اس وتي وسي ولا يجوز اعطائهم مع بعض لان بيتعارض اكشنهم واحد يمنع الجروس والثاني اصلا بيشتغل على البرونج بكتيريا دي اول تقسيمه يا سيد العزيز انتوا عارفين التقسيمه الثانيه اكوردنج تو سبيكتر اكيد سمعتك سيادتك سمعت في الفيرنس بتاع المايكرو عن جرام بوزيتيف بكتيريا والجرام نيجاتيف صح لا؟ وكاي وبسلار عامل ايه؟ انا عايز عناوين كمان مش هدخل في تفاصيل مايكرو يعني انا ممكن ما اعرفش هما كوكاي مش عايز اعرفه السياسه دي استفيدوا وسترتوا كوكاي بس يعني انا مش هقول لك ايه مش هدخل في تفاصيل عايزين بس عناوين جرام بوست وجرام نيجا في اولاد عندنا في البلد في الانتي بيوتيك او انتي بكتيريا برود سبيكتر يعني برود سبيكتر ياخد بوست بولينج وفي نارو سبيكتر ياخد ايه؟ بوست بس يا نيجا بس وانا في سؤال لابد نجاوبه مكتوب عندك
مرور انسبكتور عم جرام بوست مونيتور كتير طبعا. مرور انسبكتور عم جرام بوست بس زي بي بي سي اللي شفتوا بنزين ده. ده سؤال بي سي عندنا في البروفايل. ليه البنسلين افكتيف ميلي اجينست جرام بوزيتيف بكتيريا؟ اكتب السؤال ده الله يكرمك. سبلين ماشي السؤال سبلين كده ولا ماكرو؟ سبلين بنسلين اكتيف او افكتيف خليها افكتيف معلش بنسلين افكتيف اجينست جرام بوزيتيف بكتيريا ملي قولش يقولي بس ملي في الجاد. بص يا عم الحاج هتعرف بعد قليل ان شاء الله ده بتاع النهارده البنسلين ده النهارده انا البنسلين دراج ووتر ايه سوليد يبقى معايا بقى الصفر ارفع بعد ما نكتب البنسلين ده دراج ووتر ايه سوليد قول لي بقى شغل ايه. ما هو الجرام بوزيتيف عندها بورز كبيره تقدر تعدي من خلالها الووتر سيرفو دراج. اما الجرام نيجاتيف متحوطه بليير لايبو بولي ساكرايت. تعال مش هات التفاصيل مكرر معرفش دايما بس بقول لك جرام نيجاتيف عندها لايبو بولي ساكرايت ليه؟ ادام لايبو بولي ساكرايت يعني ليبيد اهو يبقى ده الوتر سوليد راجع ولا ضش. ولذلك هو ملي البنسلين بيجيب جرام ايه؟ بوست. يبقى تاني هو جرام نيجاتيف عندها مشكله صغيره بتحاوط نفسها يقولوا كده اهو ليه البنسلين الفكره نفس جرام بوست ملي؟ يقول لك جرام نيجاتيف بكتيريا سراوند ويز لايبو بولي لايبو بولي ساكرايد لير. دي طب وانا مالي؟ ركز معايا بقى الليبيد لير دي الليبيد لير موجوده حوالين الجرام نيجاتيف. الجرام نيجاتيف هتعمل ايه؟ نوت بيرميبل تو ما بتعديش منها دلوقتي نوت بيرميبل تو بنسلين. ليه بقى بين قوسين بنسلين ما بيعديش؟ لان سيادتك هتعرف بعد شويه الان ان بنسلين ده ووتر ايه؟ ووتر سوليبل دراج. يبقى دي اللقطه ليه البنسلين يقدر يجيب جرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف هو بيجيبها بس مش قوي مش كل جرام نيجاتيف بتيجي معايا. تاني يعني ايه؟ بتاني يا جماعه لقينا يا جماعه ايه؟ قلت لك الجرام نيجاتيف بكتيريا سراوندد ويز ليبيد لير. ليبيد لير دي يا جماعه تمنع مرور الووتر سوليبل دراج اللي هو بنسلين. وتلاقيك هتلاقي مين البنسلين مركز على الجرام بوزيتيف اكتر. طب فين؟ او كلام بقى تفاصيله. طيب نمشي مع بعض واحده واحده بصراحه دي كده تعتبر مقدمه يعني بس بتعمل نفس السكيما الموضوع. طيب احنا كده قسمنا تقسيمتين يا جماعه. قسمنا على حسب الفيكت ستاتيك وسايدل وتحفظ معايا هم الاستاتيك يا جماعه. حفظ الله يجيبك. سيك هم ثلاثه اس يو تي سي اس صار تي وسي كلورفيل. دخلنا على تقسيمه الاسبكت نارو وبرود. طبعا مش هتقعد تحفظ لي مين؟ الامثله كده كده هتيجي اصلا هيبقى مهمتك الكل. مثال مطلوب منك كل ده مثلا بالذات الاسبكترون. الاسبكترون هو اليوز الغالب اللي يعرف سبكترون هيعرف عندنا في الفارما يوز. ما عليه ندخل على التقسيمه الاخيره اكوردنج تو موديفيكيشن. يا جماعه حد فاكر الاستراكشر بتاع البكتيريا؟ يعني فكرني كده في حاجه اسمها السيل وول عارفها؟ واحنا كبلاتين ما عندناش سيل وول صح؟ ودي ميزه بقى ودي ميزه ليه؟ يا ابني انت عايز الدواء يكون سيلكتيف على المايكرو اورجانيزم وزود افكت على الهوست صح كده؟ وذلك ما يكون هو عنده سيل وول واحنا ما عندناش مصلحه يبقى ده هيركز على السيل وول بتاع ايه؟ الراجل اللي بيضع بيه. السيل وول ده قصته معلش حد فاكر قصته المايكرو؟ السيل وول كاستراكشر في المايكرو عندكم في الجنرال كان عباره عن حاجه ايه؟ بالتايتوجلايكان صح؟ التايتوجلايكان دي يا اولاد مرتبطه مع بعض بالبروستيكتش. طبعا بيتم تصنيعها معلش قبل ما نخش في التفاصيل ثلاث خطوات. يعني بص لو احنا مثلا خدنا دي بكتيريا وده بره السيل وول هو يعمل حاجه. معلش عشان بس ايه الكلام يجيب بعضه الصفحه دي لما نفهم منها الكلام نخش على طول على الموضوع يعني دي كلها مقدمه لسه مش بس السيل وول ده بيتم تصنيعه جوه البكتيريا في ثلاث خطوات. الخطوه الاولى تتم داخل السيتوبلازم وتصنيع البيبتايدوجلايكان نفسها. الخطوه دي ما تتمش وكل حاجه مكتوبه بالصدفه على رزقك. الخطوه الاولى في تصنيع السيل وول بتتم داخل السيتوبلازم تصنيع البيبتايدوجلايكان نفسها. الخطوه الثانيه تطلع شويه على الانر سايد اوف السيل وول ده يعني بيطلع ايه بره شويه يعني هنا بيتم الاول تصنيع الخطوه الاولى على الخطوه دي هنا. الخطوه الثالثه بقى هي الخطوه اللي عامله تهمني لا مش داعي عليها ولا مشهوره اسمها كروس لينكج. تجيلي بتطلع ولا كان جنب بعضها كده يعملوا كروس لينكج يعملوا حاجه اسمها السيل ايه وول. بس بيتم تصنيعها في كام خطوه؟ ثلاثه. ولذلك انا عندي في ادويه ودي اللي هبدا بيها ان شاء الله
بتمنع السيل وول سيلز. طبعا الرسوم عيله كبيره الناس كلها عارفاها اسمها بيتا لاكتام انتي بيوتكس. وليه سموها بيتا لاكتام يا دكاتره الناس معايا؟ عشان فيها حلقه اسمها لاكتام رينج. واللي خلي بالك والله اللاكتام رينج دي هي الاكتيف استراكشر بتاع الدواء. تقول لي انا مالي؟ يعني لو اتضربت ده مش لازم الدواء في الاكتيف بتاعته. وهذا ما فعله بعض البكتيريا. بعض البكتيريا بتفهم على فكره هي حرف ما بين الدواء والبكتيريا. البكتيريا لما تفهم اللقطه تعرف ان الدواء ده اللاكتام رينج بتاعته هي اهم حاجه عنده. طبعا ده ايه؟ انزيم مشهور اسمه فورماتو بيتا لاكتاميز. بص بقى انا عايز اعرف بس ان في حاجه اسمها سيل وول اهو هي دي بتمنع السيل وول سيلز. هناخد بص عشان ما تنساوش انت ازاي. في عيله اسمها بيتا لاكتام وفي منوعات هنسمي احنا اسم تاني نون بيتا لاكتام. احفظ معايا بس على الصبر عشان ننسى. اللي يقسم التقسيمه دي هتلاقي المذكرات دي كلها التقسيمه دي. يبقى تاني عندنا اول عيله اشتغلت الانتي بودي بتمنع السيل وول ايه؟ سيلز. في عيله اسمها بيتا لاكتام اللي فيها بيتا لاكتام رينج. دي اربع ادويه هنشوفها. وفي عيله اسمها نون بيتا لاكتام. ادويه ثانيه يعني على اشهرهم طبعا الفانكومايس لو سمعتوا عنها. طب انتوا الفلاحين مش عارف ليه ما عنهم. قولي لي احنا ما سمعناش من خلال نخلص. مشكله تسمع. ما مشكله تسمع كويس صحيح. يبقى سيل وول. ماذا يا جماعه؟ اول مجموعه ادويه في الانتي بكتيريا وتفاكشن عيب بتمنع السيل وول سيلز. وده عشان ما تنساش هستناها العيلتين بيتا لاكتام ونون بيتا لاكتام. سيب الامثله خلاص هتسلم. طيب ممكن عيله ثانيه تشتغل على حاجه اسمها الرايبوزوم. خليك معايا بقى. الرايبوزوم ده يا ولاد بتاع البروتين ايه؟ سيلز. في حاجه اسمها في البكتيريا رايبوزوم 30 سابيونت وفي حاجه اسمها 50 سابيونت. احفظها معايا دلوقتي. اسمعني في ادويه بتمنع الايه بروتين سينس ازاي دكتور؟ اشتغل الرايبوزوم سواء 30 اس او 50 اس ازاي دكتور بقى؟ وانت بتذاكر طلع لسانك ادويه 30 تا يعني 30 تا يعني ده 30 بيمنع 30 تا 2 تي اي 30 تترا سايكلين وامينو جلايكوسايد يبقى بيمنع ال 30 عشان تحفظها طول عمرك بيمنع 30 اس رايبوزوم تترا سايكلين تترا سايكل اهو وامينو جلايكوسايد دلوقتي اثنين بيمنعوا ده 30 واحد اس تي اي 30 تقول ايوه ماشي والثانيين بيمنعوا ايه 50 بيمنع 50 50 ام سي بص على امشي بص هتحفظها وتحفظ ام سي تقول لي ام سي 50 ام ماكرو لايتس طبعا سيادتك تسمع الاسترومايسن وعدته وفي دواء اسمه كلورامفينيكول يا شباب انا دلوقتي بحفظك اهو على السبوره المجموعات بتشتغل ازاي عشان لما اجي اقولها تاني حفظتها من دلوقتي من الرقص. يبقى دلوقتي احنا عندنا في عيله بتمنع البروتين سينسس في البكتيريا ازاي بيه؟ يا اما ترتبط بمين يا اما ترتبط بمين؟ رد على كلامي 30 اس كلاسيك سول دلوقتي كام بروتين سينسس يا 30 اس ريبوزوم يا 50 اس مين 30؟ 30 بقى عيب بقى 30 تترا سايكل وامين جلايكوسايد طب مين 50؟ ماكرولايتس وسي اللي هو الكلورامفينيك متفقين حلو على فكره الدول علاج كبيره جدا ودي علاج كبيره جدا سيادتك هتلاقي علاج مش موجود في المذكره كده متفقين علاج كبير ده اربع ادويه كبار اللي هي اجيب عنوانها بس وانظر الجدول ما انا ارخص يعني ايه اللي انا عايزه في بص انا اجيب اعمل ايه؟ اي حاجه تتكتب في جدول انا رايحها قلت يا عم عشان توفر فايه؟ ان شاء الله هنا كان في اربع صفحات شلناهم من هنا فبنعمل نعملهم في جدول ان شاء الله مع بعض بس هو مش موجودين نجيبهم بره لازم لك احنا عندنا عيله موجوده اسمها بيتا لاكتام اللي انت بيتا لاكتام هنشرحها مذكره وفيهم جداول جوه دي لاش وعندنا عيله هتخرج بره بجدول كبير اسمها بروتين سينس انهبيتور اربع ادويه مع بعض ثم عندك يا سيدي عيله بتمنع ايه بقى كمان؟ عيله بتمنع نيوكليك اسيد طبعا نيوكليك اسيد اللي هو موجود في النيوكلس زي دواء اسمه كينولون ودواء اسمه ريفامبيسين كينولون يا اولاد طبعا دواء اسمه مشهور جدا بيستخدموه اسمه سيبرو سيبرو كوبتازين وكواد لا دي عيله جامده تعالين قول في امبيسينا في سمعت اسمه قبل كده جاي بس مش هتشرح انا هشرح في السبيشال اول موضوع في السبيشال سبيشال كيمو ما علينا انهيبيتور في دبليك باسوي طبعا مش هشرحه دلوقتي عشان ما اضيعش وقت بس انت اسكت في المايكرو حاجه اسمها بابا باسوي بارا امينو بنزويك اسيد باسوي اللي هو بيتكون داي هيدروفوليت ثم تيت هيدروفوليت المهم ان الصلفه والطلاب السوبرين بيشتغل عليهم انتظروني عشت ان شاء الله ثم على السيم برين قريت اخر حاجه ادويه انتي فانجال اسمها انتي فانجال تقول لي احفظ هنا الصفحه دي كلها سلم عليك بتقول لك ايه؟ ركز في اللي انا قلته لك شوف عشان الوقت عشان كده بس كل انتي بكتيريا بكتيري سايبل اكسبت ال
اللي هم الاستاتيك دكاتره صاروا صار كده كل يوم في الكلوب. تمام. الادويه اللي بتشتغل على البكتيريا في ناس بتمنع بالسيل وول سينسز ام عرفت اسمها يا ايه يا ايه بيتا لاكتام يا نون بيتا لاكتام. طب وفي ناس بتمنع البروتين سينسز قلنا انه مش على 30 على 50 قول 30 سايكل وامينو جلايكوسايد ال 50 50 ماكرولايتس وكلورامفينيكول. بعد كده على نواحي يبقى ده واحد اسمه هيدرون هنشرحه وبعد كده على التوليك وسوي صلفة هنشرحه في دياجرام باذن الله. ماشي نبدا حصتنا ان شاء الله. انت فهمت اللعبه؟ فهمت تقسيم يعني هو اللعبه الحته كلها تقسيم. يبقى انا ان شاء الله هدرس الادويه على حسب بقى الموديو فراكشن. هنبدا اول عيله طبعا الادويه اللي بتمنع السيل وول ايه؟ سيز. يبقى انت متوقع هبدا المجموعه اسمها ايه تاني؟ تمام قبل ما اتكلم البيتا لاكتان وول تاني هي ادويه فيها حلقه اسمها بيتا لاكتان بيسموها بيتا لاكتان ايه؟ رينج. ودي يا ابني المسؤوله يا دكتور عن الاكشن او الاكتيفيتي بتاعتها. اذا لو اتكسرت فقد الدواء اكشن. ومعايا بقى عشان النهارده تفهم معلومات حلوه. يعني بص انت اي تخصص في الدنيا تقول لي مش هتخصص خلاص تبقى على طول يعني هتبقى اصلا ممارس عام اسمع بس ممارس عام صح؟ هتقعد في واحده صحيه يا عم الحاج هتقعد. انت يا ابني ان شاء الله حتى لو مش في الشارع انت بتوصف انتي بوتيك لاي مريض تنكر؟ الانتي بوتيك بالذات مش محتاج تخصص. سيادتك دي بعت في واحده صحيه كده تلاقي كل الناس جايه لك ايه؟ اه عنده التهاب في الوزن ده عنده نزله نعويه ده مش عارف ايه كل ده كلام تافه كلام تافه ايه؟ لازم تكون مذاكر انتي بوتيك صح. والله عايز اقولك والله بجد مفيش حاجه اسمها تخصص وطب حتى لما بتخصص ما بتشتغلش في الانتي بوتيك. وانت طالب دلوقتي محتاج تعرف الانتي بوتيك ايه؟ احنا كلنا بيجي لنا برد وبيجي لنا مش عارف ايه محتاجين نعرف دلوقتي نختار ايه؟ واحد عنده مثلا نزله معويه اعرف بقى اركز اختار له مين؟ فلابد ان انت تركز في الايه؟ في الموضوع ده لنفسك والله. وفي ناس بتستخدمه يعني دايما احنا واحنا صغيرين يقول لك الموضوع ده رخم. هو رخم عشان قريب من المرض. بس احنا ان شاء الله هنقول لك الموضوع ده بعد ما نكبر. هو لحد دلوقتي احنا بعيد ولا ايه؟ احنا جوه بس يا رب يكون اول شويه. فمعلش ما تدينيش بقى يعني تدينيش انت بقى وحش. وعارف ان هو بيحاول يصبرك بيحاول يهمك ان هو سهل وعارف انه صعب. يعني عندنا السي ان اس اللي عندك مش عارف لحد دلوقتي ركز الله يكرمك. لا يا عم حاول سي ان اس حاول تدرس السي ان اس طيب هنبدا اول عيله واحده بتشتغل بكتيري سايت عشان نبقى يعني اريحك اريحك كل اللي بيمنع سيل وول سينسز بعون الله بكتيري هتكتبها يا جماعه ونخلص عشان ما اعرفش كل مره اسالك اكتب له كله اكتب له جنب الهيبيتورز اوف سيل وول سينسز اكتب بكتيري سايت عشان تلخص معاك كلمه مجانا تقول لي كل الجزء اللي احنا ماشيين فيه ده عشان بنمنع السيرول سيلز هو ما تقوليش ما لهمش علاقه ببعض مش عشان بنمنع السيرول يبقى سايد لا لانه ما لهوش اسم في الاستاتيك. طيب طبعا هو انا قلت من شويه لو البكتيريا تبقى عامله ازاي يشتغل عليها صيدل ريحه ولا اكتف؟ اكتف. لو بكتيريا جروينج او ديفايدنج يشتغل عليها تمام هتظهر هي نوت جروينج نوت ديفايدنج مش عارف وده برضه في بعض البكتيريا خبيث يدخل انت بدل الجسم عامل نفسها ايه؟ بقيت فاهم كده ولا لا؟ نفس الحاجه اه يقوم ايه؟ موافق الغذاء موافق الحركة تلاقي كده كده ولا هي هنا خلاص فاضل ومش شغاله تاني يلعب بقى قذره طعم البكتيريا عشان انت ما تشتغلش يا ابني بص هي حرب سجاير ما بين الدواء والبكتيريا احنا بنبص نحاول ايه؟ نحلها. طيب نقول معلومه ثانيه هل الدواء اللي هو السايلر ده يا جماعه لو كان لها مايكرو جريزم بلا سيل وول يعني اصلا بره شوفوا دي طريقه برضه ثانيه فكده بتعمل بقى كوكس يعني يقول لك خلاص هو مش مخصص سيلول او بيمنع سيلول انا بدون سيلول زي نوع اسمه كده اللي طيب عارفينه؟ سمعت عن حاجه اسمها مايكرو بلازما؟ مايكرو بلازما نوع من البكتيريا جت مش عارف اجيبه هو طلع او كون نفسه جيل بدون سيلول فذاك الادويه بتاعتي ما تجيبوش لازم يا جماعه عشان انا فاهم ليه الادويه بتاعتي النهارده اللي بتمنع السيلول سيلسز ممكن اكشنها يتلاشى بسهوله ازاي؟ البكتيريا تكون نفسها عامله نفسها بدون سيلول او تعمل نفسها نون ديفايدنج او نون اكتف يبقى نون جروينج يعني. طيب الاول احنا بنقول الكلام اللي قلته من شويه السيل وول سينس اول ان بي تحت ايه؟ سيل وول سينس بيتم كام خطوه قلنا؟
الفريس ستيب بيتم فين؟ في السيتوبلازم. طبعا مش عندنا تفاصيل في الفرن بس حرام. عايز القشور فريس ستيب بيتم جوه السيتوبلازم، ثم السكند ستيب بيتم على الانر لاير، ثم السيرد ستيب بيتم بره. ودي اهم خطوه. هبدا معلش اخد الارض الصفحه دي عشان ابدا. السيرد ستيب انا قلت بيحصل كروس لينكج بتوين البنتايد وجلايكان، بربط حالات البنتايد جنب بعضها عشان اعمل سيلول. الخطوه دي هي اللي بتتمنع بادويتنا النهارده اللي اسمها بيتا ايه؟ لاكتين. طب الخطوه الثانيه معلش، الخطوه الثانيه فوق هي بتتم في الانر لاير اللي بيناحي يا ابني دواء مشهور جدا اسمه بانكو مايس. طبعا بس التفاصيل ده دواء لوكال كفر بوك. اما الفيرست ستيب اللي بتتم في السيتوبلازم بيناحي دواء اسمه سايكلوسيرين. فكره سايكلوسيرين ممكن تلاقي اسمه ماشي كده سريع مش هيعلم معاك يعني. لا هيعلم معاك تمام بيتا لاكتان وبانكو مايس. قول لي بقى اول عينه النهارده اسمها بيتا لاكتان بس. دي بدايه الفارماكولوجي. طبعا البيتا لاكتان يا دكاتره هم الاربع ادويه سيادتك هنشرحها. اثنين كبار ودول صغيرين دول. ربنا يوفقنا. دول احنا هنخلص ايه ما نعرفش، انت اول مجموعه ربنا يوفقنا ونخلص العجين. بس انا عارف حد الاكل ان شاء الله اللي مش هتزرع. في بنسلين يا كبير عملاق. في كيفال وسبورن عملاق برضه. يعني بس وبينهم الدوائر كده صغيرين كده ايه؟ يعني تسليه كده في النص. وده اسمه كاربابينيمز ومونو باكتان. انا مقسمهم اربعه تحت بعض يعني ورا بعض. هتلاقي واحد اسمه ايه واحد رقم واحد؟ بنسلين. وتحتيه كاربابينيمز الصغيره اهو. هتلاقي بنت اسمها ايمان وبنت اسمها مره. شوف دول ربنا يحييها بس. قول لي امال ايه الجدول ده؟ ده جدول بنسلين يا حبيبي. جدول بنسلين ان شاء الله هنحفظه مع بعض. هو مشكلته مش علم، هو مش علم. جدول عامل زي اسلوبه كده، عارف اللعبه اللي احنا بنلعبها كده. بس يعني لو نفهمها هتاخد وقت مش عارف ليه. ثم هيبقى ان شاء الله في رقم ثلاثه اللي صح تمام تصفح كده تصفح. مونو بكتام مونو بكتام ثم كيفالوس بورس ان شاء الله برده جدول بس مكتوب خلاص. ايه الاربعه اللي اسمهم يا دكاتره؟ بيتا لاكتام لو خلصناهم بعون الله يبقى انا كده معايا تلت الكيمو سيرو جينر تلت الجينر تمام. ربنا يوفقك انت خسرتك في الازمه يعني في سبيشال يعني. اسمع بقى. في غيرها يعني. لا استهدوا بالله كده عليا وركز. احنا علشان لما يجي لي عايز في الامتحان ما نبقاش عاملين اللي بيحكي وايه وعايز تاخد درجات ببلاش. ميزه الكيمو صرف انت ممكن تاخد درجات انت مش عارف حاجه. تقول ازاي؟ هو عايز ايه مثلا؟ اول حاجه في اي دواء عايزين ميكانيزم، ده اهم ضعف في الامتحان. ميكانيزمات في الفارما حاجه مهمه قوي. بنسلك ده. بص يا ابني بقى الكلام الجديد ايه؟ ان الكيمو سيرابي كبرانش في الفارما دايما في كلمتين في بدايه الاكشن مختلفين، يعني لازم ابدا لو هو ستاتيك ولا سايت، صح؟ دي ثبتها لي طبعا بقى ببلاش. قول يا جدع اول كلمه عايزها تبقى الواد ده بتبتدي ستاتيك ولا بتبتدي سايت؟ انت زعب ايه؟ قول له احنا مش عارفين بس انت قلت لنا ان هو مش طالع الاستاتيك، صح؟ بتبتدي سايت. حلو يا ابو معلومه بص الامتحان تبقى منظم كده. خد درجات ببلاش دلوقتي سايت اي معلومه اشتغل ازاي ليه؟ اسمع معايا وركز. هو بيمسك في ريسبتور بالاسمه اسمه عندك بي 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 يعني ترجمها ما ينفعش بي 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 خالص هي مختصر بس لازم كده تكمل. بنسلين بايندنج بروتين بقول لك بنسلين ده بايند تو حاجه اسمها عندك بنسلين بايندنج بروتين وده وبعدين يمنع باختصار عشان نلخص السيرد ستيب ان سيل وورسنس. ما تعبرني وتقول لي ايه السيرد ستيب وورسنس؟ الكروس لينكج بتوين بالبايدو جلايكان. تاني جابريسيل الكداول ده هو مشهور طبعا اول مضادات حيويه نزلت طبعا عملتها في الامتحان متوقع بقوه. تقول لي ماشي هتعبرني ليه؟ مين قال كده؟ كل ما المجموعه تقول لك خلاص اختفت ترجع اقوى من مكانها. الله يكون بقى خلاص ده هي بتبقى موجوده قديمه سبحان الله هي ربنا يكرمها والشركات تبدا تبدع فيها وتطلع فيها حاجات وترجع اقوى اقوى من الانتي بوتيك ليه؟ ذا سيفست انتي بوتيك في الدنيا هتبدا بريجننت ما عندهاش مشكله مع الدواء ده خالص مريض الكبد مريض الكلى والناس كلها الدواء ده سيف جدا فلذلك كل شويه بيدعوا فيه عشان ايه؟ علشان يبقى مش مشهور فلذلك اشهر انتي بوتيك وزاد راس ميكانيزم بايند تو بنسلين بايندنج بروتين فيمنع السيرف ستيب او الفايتال ستيب في السيرف سيرف طبعا مش هقول في الامتحان كده لازم اقول له بيمنع يعني بيمنع الكروس لينكج بتاع مين يا دكاتره؟ بتاع البيبتايد وجلايكان
تمنع السيل وول سيلز. سؤال محترم، قدر الدواء داخل والسيل وول كانت تصنع خلاص. جميل؟ يعني قدر الدواء داخل بعد ما كان السيل وول تم تصنيعه. ولا يهم يعملوا كلمة اسمها اوتولايز، مش طالع ده ولا لا. بالميكانيزم الثاني او في الصف الثالث في الميكانيزم عندي ده اوتو لايسن او اوتوليتيك اكتيفيتي. يحفز انزيمات تكسر السيل وول. يبقى اذا هو عشان ما تنساش هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ يمنع التصنيع لو ما كانش لسه اتصنع، طب اتصنع خلاص. يعمل له اوتولايز. عرفت الميكانيزم؟ خلاص يا جماعه يبقى الميكانيزم لازم يكتب فيه كلمه صيد الله يكرمك الاول. بكتيري سايد. طيب هل البكتيريا بتسكت؟ لا. طبعا البكتيريا بتطلع انزيم اسمه بيتا ايه؟ بيتا لاكتاميز بيكسر فيه اللاكتام رينج على رجل. اذا يفقد الاكتيفيتي بتاعته. ولذلك هتبقى الخناقه. يعني انت فهمت الليله؟ هي البيتا لاكتام عنده حلقه مخليه اكتف. يمنع السيلول بتاع البكتيريا ولو كانت صنع يكسرها فبتبقى ما بتسكتش. بالذات البكتيريا اسمها ستاف. في بعض انواع الستاف تطلع ايه؟ بيتا لاكتاميز انزيم. في ناس بيسموه ايه تاني؟ بنسلينيز. بيكسر حاله اللاكتام بتاع بنسلين. فيفقد الدرجه اكتيفيتي. احنا هنسكت؟ لا. انا تعب دلوقتي الادويه اللي موجوده في الصيدليه مشهوره ليه جاي؟ يعني في دواء ما بيبقاش يعني الطعم ما بيبقاش ده كان زمان. كان في دواء زمان بيستهلك بس. النسبه الغلط الحيويه كويس. يلا طب يجي لي وده بنسيل وده بنسيل. تقول لي طب ده ايه؟ ليه السؤال جاي؟ هتعرف بعد قليل. الاولاني الغلبان يدخل يتكسر وخلاص يبقى انا عامل ايه؟ على قد ما تاني بقى انا مظبطه ومجهزه وسائل دفاعيه. ده الميكانيزم كده يا عم الحاج كاملا شكرا. تعال نخش في كلمه بعدها اسمها ايه؟ جزني. لا يا باشا انت عايز جدول. اقول القاعده دي لازم اخش على الجدول. يا باشا نكتب مكتوب نكتب الجدول انزل الجدول. قول. تعالى اكتب الجدول هنبص عليه دلوقتي بعد شويه. قول يا سيدي. بنسلم بايند بروتين. انت قصدك تقول ايه؟ يعني في مكاتب البكتيريا؟ بيشتغل جوه. ايوه هو في مكان موجود على السيل وول هو مرتبط بيه مش جوه الانسان طبعا. الدواء ده كان على الانسان مش عارف حاجه انسايد الاكشن بتاعه جوه البكتيريا. ايوه المكان ده هو مكان ارتباط ما هو بص الاستراكشر الدواء دايما مرتبط بيه البكتيريا. ما ده مكان موجود على البكتيريا هو مرتبط بيه. شباب الدكتور يسال سؤال برضه منتبه ليه كلنا. دكتور الريسبتور ده اسمعوني موجود فينا كبني ادم؟ لا. شباب اسمعني الريسبتور ده احنا كبني ادمين لا ما عندناش اصلا سيل وول صح ولا لا؟ هو بيرتبط بالريسبتور بتاع البكتيريا. تقول لي ده عرفه منين؟ هو ده استراكشر بقى اصلا انت بتقول لي بنصنعها ازاي؟ هو بجيب البكتيريا وشوف استراكشرها وصنعها انت بتقول لي يمسك فين؟ فالريسبتور ده موجود يا ولاد على البكتيريا وليس في اليوم. احنا كنا مين لا؟ طيب نتكلم بقى القايد الاول بنسلم ده لسه قايل ووتر سوليبل ولا ليبر سوليبل؟ قلت وبالتالي الدواء ده ايه اخباره؟ قال لك يا ابني كومبليت ابزورب جي اي تي. طبعا في انواع معدله عشان تمتص بالجي اي تي هتشوفها. في انواع ما تنفعش ابدا اورال وسيادتك بعد شويه لازم تحفظ من الاورال ومن الانجكشن. غصب عني ماليش دعوه كلنا هنحفظ ايه؟ اورال كذا والباقي انجكشن. طيب الديستريبيوشن طبعا الدواء ده دكاتره مصر يا سته ورغم كده اسمعني ورغم كده اكتب سيف ان بريجنانسي. اصل يقول لك مش راجل عادي بس انت مش سيف. يا حبيبي ليست القاعده العامه اللي الدواء السيف في البريجنانسي ما عنديش بلاسيتا كده انا كداب. اسمعني اللي حضر معانا حصه الهايبرتنشن بتاعت العملي هما ثلاثه انتي هايبرتنسيف في البريجنانسي من غيرهم الفانسايد دوبا لابيتالول وهيدرولازين. مين قال لك ان هم ما عدوش؟ مش دي قضيه مش الفايسل كده ما بيعدي بس سيف. فبنسيل يا ولاد بص بلاسيتا تكتب بط سيف ان بريجنانسي. اصل ممكن بتعدي مثلا اقول لك عايز انتي بيوتيك ما بالك الحاله دي يا ولاد الانتيبوتيك يا ولاد نظري وعملي تعالى عامل في الانتيبوتيك. تمام بالكلام ان شاء الله لما نخلص الكيمو سيرابي الجنرال دوت هنجيب حالته العملي. فبص جاب لك مريضه بريجنت وقال لك الدواء ده ينفع عندك تقول طبعا ينفع سيف. قال لك قال لي بقى نوت باص بلاسنتا لا كده ضفتها باص بلاسنتا ورغم كده سيف ما يعملش تراتو جينيستي. طب ركز معايا في اللقطه اللي افتكرها من زمان. ايه رايك في البلاد برين بارير؟ ما بيعديش انه ووتر ايه؟ الا في حاله اسمها فاكر ولا قلنا زمان ان المننجايتس حاله طوارئ بتعدي اي دواء حتى لو كان موتر ايه؟ ولهذا استفدنا البنسلين بينفع حد المننجايتس. علاجها وليس بروفلاكسس صح؟ مش قلنا زمان كده في الشجره؟ يعالجها لانها موجوده لكن البروفلاكسس مش عارف يعدي. خش على الاليمنيشن. سكريشن يا ابني البنسلين بينزل في اليورين طبعا وفي خناقه بينه وبين البروفلاكسس فكرني بيها. البروفلاكسس وبنسلين كومبين صح؟ على الاسيد ايه؟ كارير. فكان مين بينزل؟
بص عليه ونسيت ينزل ونسيت يحصل له ايه؟ على فكره لحد دلوقتي حاسس ان الكلام قديم ركز. اقرا معايا احسن. حط انت ملكوش على الكتاب ها عشان هتبقى حصه اهو بدل ما احل وانا استاهل. هكتبك دلوقتي. وروبنسين بلوت لين اكسكريشن اوبن انا طبعا تعبان بلوت فاكر ايه؟ انا اسف انت جنب ايه؟ كومبليت عليا يا جدع. البروبنسين كومبليت عليا اون اسيد كاري تاني حته في النفر انديسيتي البنسين البنسين والبروبنسين ده حته جنرال وقلناها قريب في الجو بروبنسين اتبنسين كومبليت اون اسيد كاري انديسيتي مين اللي بيرجع ومين اللي بينزل الجسم؟ ايوه تقول له اهو بنسلين ري ابزورب وده اللي انا عايزه. اسال سؤال بقى ايه رايك ان بتوع المصانع الادويه ساعات بيحطوا مركب اسمه بنسلين مع بنسلين هم قصدين ايه؟ ريش. وعلى فكره معلومه برضه البنسلين كده هو ووتر سوليبل بينزل بسرعه في اليورين صح؟ مش محتاج يحصل له ميتابوليزم اصلا ده ووتر سوليبل جاه يعني مولر ولا نون مولر ده؟ مولر وزي الجسم جالي في اليورين انا عايز اطول في الجسم اقول له يا عم اهدى شويه عايزين شويه جسم لكن انا اوضه الصبح نازل جالي هاتيه ازاي بقى؟ لهم كاس غريب من ضمنهم ممكن نحطه مع البنسلين ايه؟ بروبنس كده الكلام السهل الجميل خلص خلاص سيادتك هتحرر انا بخش على السايد افكت انا محتاج اقول البريبريشن حتى بقى الصفحه اللي عليك اهو شايف كده ظبطت اهو تمام جميل السؤال اهو عليه بريبريشن بريسيل بريبريشن بريسيل الناس تكون معايا ناس حاجه عشان كده بقى ايه نفهموا واحده واحده بص يا سيدي هو في السؤال اللي انت حاجه انت ظبطت اثنين قال لك ان وريت بريسيل بريبريشن وبعد كده طلب مثلا ايه؟ تتكلم مثلا عن اي حاجه. وساعات بيقول لي مريض بس كاسم. هنعد مع بعض ارقام الله يكرمك. يا ولد انت مطلوب منك تحفظ لي اسماء الادويه لو حفظتها الاول انا مبسوط بيها. اول واد اسمه شورت شفتك شورت اسمه بنسلين جي شفت بنسلين جي؟ تعرف تكتب لي جنبه كده رقم واحد ناتشورال يعني الوجه ده اول واحد ناتشورال بنسلين. بص يا ابني احنا عشان نعرف البريبريشن عندنا اول نوع بنسلين اسمه ناتشورال بنسلين اسمه بنسلين جي احفظها اسمه اسمه اه اكتب جنب اللي هو على هامش ده ناتشورال بنسلين اسمعني بقى وركز يبقى اول نوع عندنا اولاد اللي هو البريبريشن جاي اسمه بنسلين اللي هو اول جيل بيسموه اول جيل بنسلين جي اكتب قد كده ده رقم واحد ناتشورال بنسلين يا رب ما تنساها عشان ليش معايا يبقى انا كده واحد عرفت بنسلين جو اسم عيلته ايه؟ ناتشورالي ناتشورالي ماشي لما اقول لك رقم ترق ايه اللي فين؟ انزل تحته في واحد عيله اسمها لونج اكتنج صح؟ دي اسم عيلته على رقم اثنين لونج اكتنج لونج اكتنج بنسلين بيسموه في اللغه العربيه طويل المفعول عارفه؟ بنزاسين بنسلين وبروكاين بنسل لا معلش قبل ما تسيبهم مش هسيبهم دول اكتب على البنزازين اللي تحت ده البنزازين اللي شفته اللي هو افري مانس حاله كل شهر ايه حاله بتاع كل شهر بتاع روماتيك فيفر عارفه يبقى بنزازين بنسل هو بنزازين اللي تاني هو بنزازين بنسل ده بيتاخد كل مانس يا بيه كل شهر اللي هي حقنه معروفه طريقه المفعول بتاع الروماتيك فيفر يبقى لو انتوا بلونج ولا مش لونج اللي جيت بنزازين بنزين بتاخد حقنه كل شهر مش متعود ولا لا بتاع بروفلاكس وبروماتيك ايه وايه بقى دي؟ بروكاين بنسلين صح؟ بروكاين بنسلين ده يا ابن حلال بيشتغل يكتب لو كل 12 ساعه ودي ده لونج يعني اه لونج ايه ده معايا؟ اول عيل اسمها ناتشورال بنسلين اسمه بنسلين ايه؟ حط وحتى تقول لك اسمه شورت اكت اشتغل اربع ساعات ساعتين حتى ما لهاش تبني اما اللونج اكتنج اثنين وتبقى ده بتاع مين ولا بتاع مين الله يكرم اصلا بنزاسين ادى في الثاني بنزاسين بنسلين بتاع افري مانس حوالي كل شهر في روماتيك جيم بروكاين بنسلين حوالي كل 12 ساعه في اي حاجه ماشي يبقى كده معاك تيبر ماشي سايل لحد دلوقتي اصل عليك ان يوريك كل اسماء بس طلب حاجه ثانيه اقول ما طلبش خلاص ده هو النوع اسمه ناتشورال بنسلين قلنا بنسلين ايه؟ معرفش عم جي مش اكتر من كده طب النوع الثاني اسمه لونج ايه؟ اسمه ايه وايه؟ بنزاسين بنسلين و بروكاين بنسلين خش على الثاني اسمه اسيد ريزيستنس صح؟
ارقام ما تتركمش. اسمه بينيسيلي في، شفت بيه دي؟ اكتب ان هو ناتشورال، ما تتركموش اكتب ان هو ناتشورال برضه. يبقى اذا كان ناتشورال يبقى كام واحد يا دكاتره؟ اثنين، بينيسيلي جي وبينيسيلي في. يبقى اذا عندها حد دلوقتي مجموعتين بس، تقول لي امال ده مكتوب تحت ليه؟ اصبر، ده مكتوب تحت عشان تحس. يبقى عندي بينيسيلي جي وفي الاثنين ناتشورال. ولونج اكتن دي اثنين، بنزاسين بنزاسين وبروجايا بنزاسين. تقول لي ماشي كده معايا مجموعتين لسه. في واحد اسمه ايه بقى؟ بيتا لاكتاميز ريزيستنت صح؟ وتحته اسمه بيتا لاكتاميز ريزيستنت، العيال دي كلها على بعضها. اكيد العيال دي متصنعه عشان تبقى ضد البيتا لاكتاميز صح؟ اللي بيطلعها بكتيريا اسمها ايه؟ بيرد بس هي والله. قلنا اشهر بكتيريا بتحارب الانتي بودي ده اسمها ستافيلوكوكاي صح؟ وزي العيال دي رقم ثلاثه في الجدول. اسمها انتي ستافيلوكوكاي. يعني رقم ثلاثه يا ولاد انتي ستافيلوكوكاي. انتي استفيل كوكاي تشمل بقى شويه ادويه كده نحفظها. طبعا الناس كلها سمعت عن اسمه بي سي سيليوم اللي عامل عليه فوق مصر كلمه اسمها ميرسا. في ميرسا ولا مش عارفين؟ ميرسا يعني ايه؟ السيل ريزيستنت ستاك. اهو ده استفي يا عم الحاج. وذاك اول واحد كان اتنشا في يوم السلم بس طلع بقى في بكتيريا كده. وذاك عملنا اخواته التحتيه اللي هم بقى اسم بيتا ريزيستنت حاجه اسمها اوزا سيل. بص اوزا سيل الاسم ده ومقطع يعني الكيلو ده اسمه اوكساسيل. قبل اسمه ايه؟ فلوكساسيل. هو ده اسمه ايه؟ فلوكلوكساسيل. ده ركز. عارف لما نجيب واحد وربنا يرزقه بايه؟ ثم ابنه يجيب ولد حفيده يبقى اوكساسيل ده اسم الجد اوكساسيل. بس هو ده ولا مش ده؟ جاب عيل سميه الثاني فلو لا سي ال اهو فلوكساسيل. ده دوت وده دوت ايه؟ جابوا عيل ثالث فسموه ليه؟ يبقى اسمه الثالث ده معايا ولا لا؟ معلش يا علم معلش اتعب. يبقى اذا بص ده دوت وكلوكزا سيلين دوت وفلو كلوكزا سيلين دوت دوت. سهله العلم المهيبه دي. الجد الاب ادي. طيب طب ايه؟ عارف الاسماء دي بس اهم حاجه. يبقى اول حاجه ناتشورال ولا زي مين؟ بنسيلين مين ومسيلين مين؟ انا واقف جنب الخانه اهو عشان انا على فكره كنت ممكن اتكلم فيها واقعد احفظ اللي فات. ما هو الباقي ده ان شاء الله سهل. ده اللي صح. بنسيلين جي وفي دوت ناتشورال. ومين دي لونج اكتنج حفظ لي لونج اكتنج مين؟ لونج اكتنج سيلف وزاسيل سيلف. دخلنا عيال ثالثه اسمها انتي ستافيلو كوكاي ميسي سيلين القديم صح؟ وفي دي اسمه ايه؟ اوكسا سيلين وابنه وابن ابن ابن هي ميسي. ونودل سبيكترم يا جماعه. طيب نودل سبيكترم احنا عندنا اثنين كبار قوي اخيرا دول اموكسي سيلين وابن سيلين. ده اللي شغالين عندنا في الادويه صراحه. المسلم طبعا مشهور فامسنتيك على رقم اربعه. لحد دلوقتي عد لي احنا عندنا اربع مجموعات عشان اوزعك في الامتحان. البريباريشن بتاع بنسلم عد معايا بقى. واحد ناتشورال بنسلم اساس. اثنين لونج اكت بنزاسين بنسلم وكان بنسلم. ثلاثه انتي ستافيلو كوكار في السلم القديم موكسا وولاد ماشي انجزني. ثم برود سبيكتر اثنين مشهورين جدا امبيسيلين وامبيسيلين. ثم خمسه اخر عيله بقى دي كده خمسه اخر عيله خالص. واللي لا لسه في عيله تحت مالكش دعوه دي اخر عيله خمسه انتي سودوز. انتي سودوز طبعا السودوز دي بكتيريا شايفه نفسها شويه في قفانا بجد. او على فكره عليها سؤال عندنا مهم جدا في الفرن يقول لك بعد ما تخلص المذكره دي هتجمع ادويه الانتي بكتيريا افكتيف اجينست السودوز. فعد لي من دلوقتي الانتي سودوز عندك يا سيدي تشمل كار تيكار نعم كار وتيكار كار تيكار صح ولا لا؟ كاربيني سيلين وتيكار سيلين اظن الله كده كار اسمه كاربيني سيلين وتيكار سيلين. كمان واحد اسمه بيبرا سيلين معلش كده واحد كمان بيبرا سيلين معلش كده بيبرا سيلين ماشي بيبرا سيلين ده اخوه التاني معلش. وانت كمان فات رابع اسمه ميسلو سيلين لانهم حكايه كده اهي. طب بيبرا سيلين مش واضح بي اي بي في بور في البيب طبعا بي اي بي ار اي سيلين. ده اسمه ايه؟ ميزو سيلين. ميزو سيلين سهل كام سؤال بس عندي. طيب هو بصراحه اشهرهم الكار كاربيني وتيكار سيلين اشهرهم الاثنين دول بس برضه في بيبرا سيلين وايه ميزو سيلين. دلوقتي احنا معانا
الحمد لله اصعب كلمه في الجدول ده اسماء البريبريشن بتاع الريزلت. حتى احفظها لا تحب ما تقوليش لا عيب. ده اسماء كلها اليوم في المايك. عدوا معايا عندنا خمسه صح؟ تقولي طب الساسه دي مش تاكس يعني واحده اي دي. هم خمس مجموعات بريسيلنج كابريبريشن. احفظ معايا اسماء وبعد كده نقراها وفاد ان شاء الله. ها واحد بريسيلنج جي بريسيلنج بي. ها لون اي. بنساسين بريسيلنج وجايين بريسيلنج. ثلاثة التستافيلو كوكل. ده عيسى لا في سيسيلين وتسيلين مولاي فوكزا وجابين فوكزا بابا فوك روكس العام ثم انتي او رود سبيكتر بابا مع السهلة رود سبيكتر مع مينوي ابريسين مع السهلة ثم انسي دومونس كار مازل وكاربيني سيلين فاسدو سيلين او فيبرا سيلين وميزو سيلين براحتك يا بنتي. بسم الله الرحمن الرحيم مطلوب مني مطلوب منك كلمة مهمة اسمها فوق ايه؟ اسد. ايه الاسد ده؟ عارفين الجاستريك اسد ولا ايه؟ مش انتوا في المايكرو ان في حاجه اسمها جاستريك اسد ريزيستنت وجاستريك اسد سيستم؟ اسمع اسمعك انا سهل. يعني ايه دواء سيستم الجاستريك اسد ولا ايه؟ يعني دواء بيدخل الجسم لا جاستريك اسد في وشه يتكسر ما يعملش حاجه ما يمتصش. هل ينفع يتاخد اورال؟ يعني دلوقتي لو دواء سيستم الجاستريك اسد لما تاخده يبقى يحصل له ديستراكشن ما يشتغلش؟ يبقى لابد دي حوار بس. طب لو كان ده ريزيستنت تو جاستريك اسيد ها اتاخد اورال عادي لو عرفت فيه انت دكتور. هتقول يعني احفظ ايه ان شاء الله؟ بص يا عم الحاج اسمعني بس عشان ايه؟ احنا قاعد هنحفظ دلوقتي الاول وعد ربنا يوفقنا ازاي؟ عايز بقى واحد فنان كده يطلع مين هم الريزيستنت للجاستريك اسيد والادويه دي ولا اعرف ازاي؟ بص على اسمي بص على اسمي يعني بص انا ما اعرفش حاجه بس انا شايف واحد اسمه اسيد ريزيستنت صح؟ راس بريسيلين فيه؟ كان ورقه بيه وصادق قلت له والله كلمات اسيستنت ده اللي اهو يسيلو بيك يبقى اه يعني ايه؟ ريزيستنت الاسيد بس كده ورايح يبقى اول واحد جنب ريسيلين في شفت ريسيلين في اكتب جنب في كلمه الاسيد ان هو اه ريزيست يبقى ده اول واحد نفدنا بيه ريزيستنت الاسيد قول لي كمان واحد مجهود بص كده وانزل ها لا ما هوش حاجه لو كده بجاوب ان في شايف الراجل اسمه اسيد وبيتا ريزيستنت اللي هو اسمه بتستلم ولاده ما هو ده برضه مكتوب اسيد ريزيستنت اهو صح؟ يبقى التاني مش هيبقى يبقى يا ولاد الروز ده اهو اه ريزيستنت صح ولا لا؟ جبته منين اعرف ايه؟ من الاسم عرفت ان ده مكتوب بنسلم بي ده بنسلم بي ده كان اسيد ريزيستنت فاديته لقب ريزيستنت اسيد وعرفت ان ده اسمه اسيد وبيتا كمان ريزيستنت اديته لقب قلت لي كده مثلا كان مثلا واحد بس ريزيستنت تو جاستريك اسيد هو البرودوس بيتر برودوس فيكتور طلع عينك مشهور ريزيستنت. بص يا ابني بقى يبقى انا عندي اسم عشان تحفظ هتحفظه بلاي ما تحفظش كتير. مين هم الادويه الريزيستنت وجاستريك اسيد؟ ثلاثه. اسمعني مين ومين ومين؟ بنسلين بي واوكسا سلين واولاده وبرودوس فيكتور. طب معلش انت لسه ما عملتش الجدول. مين في دلوقتي ينفع اورال بقى؟ الثلاث؟ لو دلوقتي لو خليتهم الاسبوع روم شفت كلمه روت؟ وصادها كل واحد هنا قبل ما نلمس الابراز الجدول اورال وده اورال والبنس بيتر اورال غير كده يا ابن الحلال انجكشن ان شاء الله خلاص خدتنا اول حاجه تحكي عليها خلاص خلاص انتهي اللي خلاص خدتني ازاي جت حكي عليك حفظت ثلاثه ريزيستنت والباقي انجكشن طب معلش الطعم مش من الذكيه تقعد تحفظ كل واحد يا انت ما تفهمش ليه هتحفظ كل واحد ازاي احفظ الثلاثه ريزيستنت بس سمعهم لي اخر مره مين هم ريزيستنت تو جاستريك اسيد؟ ثلاثة بريسيل بي الواد بوز على سيل ده اللي جاب العلم سيلين والتالت اسمه جود ايه؟ وده هم ده دوت اور طب بص اول اسيد ده كده فاضي هات لا لون تاني كده لو سيبتك كده انت الاس بقى بقيت الجدل ده كله اس اس يعني هذا كده سيست 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 منهم وده سيست يبقى كلهم سيست يا دكتور متفقين؟ سؤالي بيقول بقى أداة الباقي سنسيتيف يبقى الروت بتاعه الباقي إن شاء الله. بارينترال، تعرف بارينترال ولا لا؟ يبقى هو في بارينترال أهي أو بارينترال أهو. أي خانة بقى فاضية بارينترال. ما تفضل بلاش حط ده سبورت. يبقى مثلا يا جماعة ضحكت عليك وحفظتك أول خانة عافية كده في الامتحان يجي يقول لك في الامتحان يا خانة يقول لك ما تقوليش بريبريشن أوف ريزيلينت. هو في دكتور ساعات يقول لك إيه؟ بريبريشن أوف ريزيلينت سمع أدوية. يقول لك لا 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 أورال بريبريشن أوف ريزيلينت بس. سمع مين هم الأورال بريبريشن بتاع الريزيلينت يا دكتور؟ ثلاثة واحد في جي ده في جي لا ماشي في واوكسا سيلين وكلوبزا وفلوكلوبزا طبعا واحده وبرود سبيكترا امبسيما وسيلين
نوت الاورال بريزنت سهله ما دون ذلك هو ايه ان شاء الله انجكشن بارنترال هو قولي ماشي اول كلمه الحمد لله هتيجي عايز اقول كلمه ثانيه هتجيبها برضه مجهودك بالدرس الفكر في تلاكتامين في ناس برضه ريزيستنت له وفي ناس سنسيتيف له صح؟ شوف ناس ثانيه طلعها مين هم الريزيستنت في تلاكتامين زياده مين؟ كل حاجه بالنسبه للشغل تحدي كان اللي هي رقم في تلاكتاميز ريزيستنت واللي تحت اللي هو ميسي سيلينج واللي تحت صح؟ يبقى هنا في تلاكتاميز اهو اللي هو ريزيستنت ريزيست حد معترض؟ دلوقتي الاثنين ريزيست طب بص تعال تاني هجاوب لا يبقى تاني عليا الريزيستنت وبي تلاكتاميز هم اثنين بس في كلمه واحده حتى هتلاقيهم مكتوبين هنا في العنوان في واحد اسمه بي تلاكتاميز ريزيستنت وميسي سيلينج لو صار فينا ريزيستنت وبي تلاكتاميز واحد اسمه اسيد وبي تلاكتاميز ريزيستنت اللي هو اوكسيسيل واخوات او ولاده يبقى اثنين ريزيستنت وبي تلاكتاميز اما الباقي ماله سيست وهنا تاتي اللقطه اللي انا منتظرها من الصبح لا مالكش دعوه تحت خالص ما جبناش سيرته اصلا المجموعه الاخيره خالص ما جبناش سيرته يا جماعه ده لسه سيبها خالص ده غلط سلم عايز بص بس عشان احنا ما نقعدش نحفظ على الفاضي نحفظ بمعلومات معلش اللي يضحك الكلام ده ربنا يوفقك اسمعني بس هتقول لي والله كنت حفظتها بس انت مش عارف حاجه بس يا عزيزي ده اورا مين؟ ده اورا لا سماحهم جاي بنسلم مين؟ و اوبسيسيل ولاده وجودس بيفت حد معترض؟ بين الريزيستنت وبين تلاكتاميز انت تستفيد بكره بنسلم واوبسا ولاده صح؟ طب السؤال الجميل بقى الجامد بقى ايه رايك في برودوس بيبتي؟ هي بتاخد اورال؟ لا لا مش رايق اه استنوا بس يا ابني عم في ايه؟ قولوا لي صوت شويه لا لا عندك عدد الحاجه طب ماشي لسه بصوت مش مشكله يا جماعه الكود سبيكترم كجروب انا عايز اتكلم عليه دلوقتي شغال كده ولا حاضر يا صاحبي هو المشكله عندك ولا عندنا عندك انت استنى ما نعمل انا فاكر مشكله انا ما اعرفش عارف انا استنى بس استنى بس خد عندنا النص مش مشكلة، أنا جماعة ركزوا معايا. دلوقتي الولد اللي اسمه برود سبيكترم يا جماعة، برود سبيكترم ده سنسيتيف في تلاكتاميز ولا لا؟ يعني بيتكسر ازاي بيسموه في تلاكتاميز ولا لا؟ الولد برود سبيكترم ده كنت مبسوط بيه قوي لسبب، برود سبيكترم. وتاني حاجة إن هو ريزيستنت جاستيك أسيد يعني بيتاخد أورا صح؟ بس غلطته اللي مزعلاه إن هو بيتكسر في تلاكتاميز صح؟ ولذلك عشان خاطر عيونه صنعنا مجموعة مخصوص تحت الجدول، دي تحت الجدول اسمها تحت بي تلاكتاميز إيه؟ انهبيتور. يا جماعه دي مش مجموعه انتي بودي خالص دي ليست بريبريشن المفروض نفصلها عنه دي مش تبعها دي متصنعه اسنادة يا ابني عيله اسمها بيتا لاكتاميز الهيبتور اسمعهم زي اسم وادي اسمه كلافيولينيك اسيد ده اسمه سولفاتام السؤال مالهم يا بيه ما تكلمنيش عن هم الاسيد ولا ماليش دعوه لان اللي خليته ده فاضي لهم انت بتمشي معاك بس اهم كلمه فيهم ان انا اقول ايه العنوان دي ملوش انتي بكتيريا اكتيفيتي على فكره المجموعه دي اللي هو كابيوليك اسيد والسولفاتام ليس لهم انتي بكتيريا اكتيفيتي امال بيتاخدوا ليه مع الادويه؟ عشان يحموها من البيتا لاكتاميز انزايم وزي ده سؤال اكسبلين جميل نكتبه والله في الفصل الجاي ان شاء الله. اكسبلين كلافيو لينيك اسيد ان شاء الله تحت الجدول حتى تحت الجدول تحت الجدول كلام محمد اهو اكسبلين كلافيو لينيك اسيد ادت تو أمبيسيلين كلافيولينيك اسيد ادي تو أمبيسيلين انتريت بينك اوف انفكشن يا ولد لما اجي اعالج انفكشن بحط كمان اسم مع الامبيسيلين او الامبيسيلين براحتك يعني فكر معايا بقى
هتقول له ايه؟ امبسيلين ده برود سبيكترم انتي بكتيريا صح؟ ايه؟ ايه السؤال؟ ما انا معرفش انا قلته ازاي؟ ده اشتغل الكلافيولينيك اسيد ادي تو امبسيلين تريتمنت اوف انفكشن. ليه بقى يا دكتور؟ نبدا الاول نقول امبسيلين، بس انت هتنضيف امبسيلين از برود سبيكترم انتي بكتيريا ده بتاع كل امبسيلين از برود سبيكترم انتي بكتيريا but sensitive to mean truly but sensitive to beta lactamase enzyme عيبه ان هو بيتكسر في لاكتاميز. ده امبسيلين يا ولاد امبسيلين كده اهوت امبسيلين برود سبيكترم برود سبيكترم انتي بكتيريا but sensitive to beta lactamase. حلو كلافيولينيك اسيد ده بيشتغل في الفارما يبقى كلافيولينيك اسيد بيشتغل في الفارما اس بيتا لاكتاميز انهبيتور. قول لي بقى لما ادي بيتا لاكتاميز انهبيتور ده يا جماعه استفدت سيادتك ايه؟ ما استفدتش اي حاجه خالص صح؟ ايه اللي خلى دواء اسمه ايموكس في الصيدليه كان ب 6 جنيه وفروموكس ب 8 جنيه وبنتين ب 80 جنيه؟ يعني ب 10 10 اضعاف جاب قوي بيه معلش الدواء مش ده ايه ده بقى انت ايه؟ يعني بقول الدواء ده هو حاجه ما حصلتش هتتكلم عن دواء ما بيتكسرش يا بني حميد الكلافيولينيك اسيد لما بيمنع بيتا لاكتاميز يكتب بوتنشيت عارف يعني بوتنشيت؟ يبقى بوتنشيت افكت اوف امبيسيلين اللي مكتوب عندك بقى. يبقى اذا يا جماعه عشان كده في اومنتين في الصيدليه وفي دواء اسمه ميجا موكس وهاي بايوتك ويونيكتام ويوناسين الادويه كلها اللي انتشرت دلوقتي فيها ايه؟ كلافيولينيك اسيد محطوط اضافه على الدواء. هسال سؤال هل يجوز اعطاء كلافيولينيك اسيد لوحده؟ عارف عبادك ولا في الاسر انتي بكتيريا اصلا ده ماده ملهاش اي لازمه تيجي تخش على الانزيم تمنعه. وصل نقفل حصتنا عشان نلحق بكلمه اخيره الاسبكتروم سهله جدا. بص معايا بقى الاسبكتروم يلا خلاص الاسبكتروم يا جماعه انت عندك اول مجموعات لحد فين؟ انا عندي الشورت اكتن واللونج اكتن والاسيد ريزيستن والبيتا كمان ريزيستن دول كلهم في الاسبكتروم خانه واحده صح؟ خانه واحده كل دلوقتي يا اولاد اكتب اهو حطوا اهو كلهم نارو سبيكتروم واخدين مين يا دكتور؟ واخدين جرام بوزيتيف كوكاي في الخانه الكبيره دي وباسيلا ان جرام نيجاتيف كوكاي بس قول لي مين اللي وقع من هنا؟ بس معايا كده اول عيله اللي هي اول عيله دي ده غالبا كتير بالشورت اكت واللونج اكت والانتي ستافيو كوكا ده كله كده يا بيه عيله اسمها نور سبيكتر واخده مين قول لي حد معايا تاني مين يا جدع؟ جرام بوزيتيف كوكاي وباسيلاي صح؟ ومين كمان؟ وجرام نيجاتيف كوكاي بس مين اللي وقع؟ حلو احنا داخلين كده على المجموعه اللي تحتها في السبيكتر اسمها برود ايه؟ مش صعب ده المجموعه اللي تحتها اسمها برود سبيكتر بص عشان ما تزعلش ده كله زائد اللي وقع بالوقع يعني ده كله معانا تحت وجود بقى زائد مين زائد على مين؟ يعني زائد وصل لك زائد جرام نيجاتيف بس الله قول لي ماشي لحد دلوقتي انا خلصت اثنين ايه؟ سبيكتروم نارو جاب كله معانا بس الله قبل البرود جاب ايه؟ بس الله قلت له نازل على تحت اللي تحت اسمها ايه؟ بص يبقى ده كله زائد السموز. طب تفهم من كلامي هل الامبيسيل او مكسيل جاب سموز؟ عبرني يا ولد الامبيسيل والامبيسيل جات سموناس؟ لا ولو كان ما كنت ما كناش جبناها في مجموعه واحده يبقى اذا وطبعا هل سؤال ثاني مره هل عندي سموناس افكت اجين سموناس بس؟ لا حته بتاخد كله بما فيهم ايه؟ وقال لي طب ناقص كان هنا فاضي ايوه يا انا عايز الكلام فاضي عشان اتاكد الكلام دي بتاعت بيتا لاكتاميز انهيبيتور صح؟ نو انتي بكتيريال افكت عشان اكدها لك يا اولاد الكلافيونيك اسيد كده ومش ده هو مفيش اصلا حاجه اسمها كلافيونيك اسيد كده في الصيدليه مش ثانيه بيتاخد سناده مع الاموكسيل عشان يحميه يا ولاد الكلمه الاخيره خالص بيتا كريس انت نوع انتي بكتيريال اكتيفيتي ماشي الكلام ماشي خلصنا تقريبا اهو يبقى تاني من الاول خالص المجموعه اللي اسمها نارو سبيكتروم معلش تشمل مين يا جماعه حتى من فوق انت لازم المجموعه اللي تشمل اللي اسمها نارو سبيكتروم تشمل بريسيلين جي وفي ولونج اكت والانتي ستافيلو كوكا
ده كله معانا روبرتو. كل بياخد منه بيه بقى جرام بوست بتوكاي وبزلاي وجرام بوست وجرام نيجاتيف. طبعا عارفين الاسماء ولا مش تلوني؟